a ball of mass 0.44 كيلوغرام moving east. يبقى في كرة رايحة في اتجاه اليمين كتلتها 0.44 كيلوغرام بسرعة 3.8 متر بير سكند. والكولايدز head on with 0.22 كيلوغرام at rest، يعني 0.22 كيلوغرام والسرعة بتساوي صفر. نسمي ده V1 وده V2. بيقول if the collision is perfectly elastic، طبعا ليها قانون نستفيد منه، what will be the speed and direction of each ball after the collision؟ طالما احنا عندنا collision يبقى في conservation of momentum، يعني M1V1 زائد M2V2 هتساوي M1V1 بعد التصادم، M2V2 بعد التصادم. تعالوا نعوض ال M1 0.44 في 3.8 زائد ده صفر، M1 اللي هي 0.44 V1 داش و 0.22 V2 داش. ده المعادلة الأولى. المعادلة الثانية هتبقى V1 ناقص V2 يساوي V2 داش ناقص V1 داش. طيب يبقى هنا 3.8 صفر مجهول مجهول. لو جبت دول من هنا او يعني سيبها زي بعض نقول كده، يبقى اذا V2 داش ناقص V1 داش يساوي 3.8، ونسمي المعادلة دي رقم 2. solving، نقول بقى solving هعمل ايه؟ هدخل الاول اهو المود الاول اهو 5.1، المجهول الاولاني V1 داش يبقى 0.44، المجهول الثاني 0.22، الحد المطلق 0.44 في 3.8. هنا ال V1 داش بماينس 1، ال V2 داش بواحد، 3.8 يساوي اذا ال V1 1.27 متر بير سكند موجب ال V2 5.07 متر بير سكند برضو موجب. طالما طلع موجب خلاص احنا اعتبرنا الموجب كده والسالب العكس.